استاذ علاء حمام، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. استاذ علاء، يعني البث اللي فات من بعض من اول ما وصلنا الى قرار اللجنه وكان على مسانده اللجنه الرائع، وبعد كده حصل تقطيع، فهنبدا من ده. وخلي بالك عايز اسالك سؤال ابدا بيه، يعني حاله من الصدمه حصلت للزملكاويه دلوقتي ان المستشار احمد البكري رئيس النادي الجديد في اول مداخله على قناه الزمالك خالد الغندور تعامل معه بشكل سيء، وقعد يسأله هتسدد ديون اللعيبة منين، وهتسدد ديون اتحاد الكرة منين، وهتجيب منين الصفقات الجديدة. فالراجل اتنرفز لدرجة ان قال له يا كابتن خالد انا متابع ليك، مش النادي 50 مليون جنيه فائض والنادي فيه 300 مليون جنيه فائض، جاي على وش انا في اول مداخلة تقول لي كل الديون اللي خلقها ربنا يا استاذ خالد؟ يعني طيب انا ما شفتش كلام خالد الغندور، بس ما تزعلش مني. يعني مفروض احنا كاعلام محترم عندنا رساله هادفه، لا يعنينا كلام خالد الغندور لا من قريب ولا من بعيد. اتفضل. انا ما بعلقش على واحد موجه، انا عايزني ساند الراجل المستشار احمد البكري. ما تفهمنيش غلط، انا مش عايز اتعلم. طب اديني فرصه اتكلم. كل ما اتكلم اتفضل، خد كل الفرص. بص يا استاذ عبد الناصر، انا مش هعلق على كلام واحد موجه. تمام. انا هتكلم على كلام المستشار احمد البكري. تمام. مستشار احمد البكري قال الكلام اللي انا قلته، ما اعرفش هو اتسجل ولا ما اتسجلش في المداخله، انا ما اعرفش. قولوا تاني علاء، قولوا تاني. لا اقول تاني ازاي؟ المستشار احمد البكري يا جماعه اللي ما يعرفوش، بننفرد بصورته للي ما يعرفوش، وهذه الصورة أرسلها لنا خاصة لأن ملهوش أي صور على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا بكرة هيتصور في النادي وهيبقى بدل الصورة 1000، بس هذه الصورة اتصورها في منزله بلبس القضاء الشامخ المحترم وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة. بننفرد بصورته قدامكم أهو. ماشي، ومين اللي خلاه يتصور الصورة دي؟ الأستاذ علاء حمام. الله يخليك. ومين اللي خد الصورة دي وزعها له على كل الفضائيات بما فيهم قناة العربية؟ الأستاذ علاء حمام. الله يخليك، شاكرين يا باشا. هو قال لي كده، هو قال لي كده. خلي بالك انا مش بجاملك، هو قال لي، قال لي الصوره عند علاء حمام، قلت له انا مش لاقيه فبعتها لي هو. ماشي، قول للمستشار احمد البكري الخبر بتاعك طالع على قناه العربيه وقناه كل القنوات العالميه. احمد البكري رئيسا للجنه التي ستدير نادي الزمالك. اتفضل يا حبيبي، له منا كل المسانده. تمام، انا هقول كلام المستشار احمد البكري. اتفضل. المستشار احمد البكري رد على خالد الغندور رد قاطع. اه. قال له النادي فيه فلوس، اللعيبه اللي ليها مستحقات هتاخدها في مواعيدها، اي حد ليه مستحقات هياخده في موعده، اي جهه ليها فلوس هتاخد فلوسها في الموعد المحدد ليها، ما عنديش اي ازمه ولا ولا اي مشكله. وبفضل الله بفضل الله بفضل الله اكد انفرادي، ومحدش في مصر كلها واتحدى اي حد قال ان ايمن يونس او اشرف قاسم وعبد الحليم علي هما اللي هيديروا ملف الكوره، اتحدى اي حد في مصر دي اكلي. برافو يا معلم، شوف علشان خاطر ده في مصر كلها قال ثلاث اسماء دول الا العبد لله، اول واحد في مصر قلت الاسماء دي، واول واحد في مصر قلت احتمال يضاف عليهم الكابتن جمال عبد الحميد، وانت جيت تقول لي قلت لك يا استاذ عبد الناصر ما عادش سيبنا اتكلم في ملف الكوره عشان اطمن الجمهور. اتفضل يا باشا. المستشار احمد البكري طلع على خالد الغندور قال له اللي هيدير ملف الكوره الكابتن ايمن يونس والكابتن اشرف قاسم والكابتن عبد الحليم علي، وليهم كافه الصلاحيات وليهم اتخاذ القرار المناسب لان ده شغلهم. على الهوا كده واضح. قال له مستحقات، قال له اللعيبه هتاخد حقوقها كلها كامله. اي حد ليه في الزمالك هياخد حقوقه. والزمالك في فلوس. وهرجع واكرر الكلمه اللي انا قلتها، في واحد شغال في الجهاز الطبي اسمه محمد عيد متحول على حسابه الشخصي 5 مليون دولار من فلوس نادي الزمالك، يعني 100 مليون جنيه ونص مليون يورو دخلوا حسابه، دول ملك نادي الزمالك. وفي بلاغات للنائب العام واللجنه الماليه عارفه الكلام ده وحطت ايدها على الفلوس دي. اوعى حد يجي يقول للزمالك مفلس، واوعى حد يقول للمعزول اللي اسمه مرتضى احمد منصور ده كان بيجيب فلوس، اسم الزمالك اللي بيجيب فلوس. مرتضى ده ما يعرفش يدخل جنيه، ولا حد كان بيرضى يتعامل معاه. وروحوا اسالوا الشركات اللي كانت بتنسحب. اسم الزمالك اللي كان بيدخل فلوس، وجماهيريه الزمالك اللي بتدخل الفلوس، واسم الكيان ونجوم الزمالك وتاريخ الزمالك. واللي عامل فيلم 2005 اللي عامله مرتضى احمد منصور، واللي جاب كينج سوزا مرتضى احمد منصور، واللي جاب ابو خنجر مرتضى احمد منصور.
واللي جاب اللعيب الثاني ده اللي اللهم صل على وسلم كينج ثاني اللي جاب احمد اللي جاب مرتضى منصور اللعيبه دي اللي جابها مرتضى هو اللي جاب اللعيبه دي واللي عمل 2005 مضى احمد البكري اللي جاب ابراهيم صلاح احمد البكري اللي جاب صبري رحيل هو اللي جاب اللعيبه دي واحمد البكري راجل اداري جيد واختيار مناسب واختيار محترم من وزاره الرياضه راجل قانون وراجل اداري وكان ناجح جدا مع في مجلس الدكتور محمد عامر وكان هو اللي بيدير النادي كله وراجل عنده اختصاصات وراجل بيحترم الراي الاخر وبيحترم الخصوصيه وبيدي الحاجه لاصحابها هيعمل لجنه كوره لجنه تدير شؤون ملف كره القدم في نادي الزمالك فيها اولاد النادي ونجوم النادي اللي تعبت واللي لعبت واللي جاب البطولات واللي صنع شعبيه للنادي مش ابن المعزول اللي واخد للنادي اللي حسابه جايب لابنه شغال ومشرف على فريق كوره وعايز حد في مصر يقول لي ابن المعزول قبل ما اشتغل في الزمالك اشتغل في اي حته ولا كان عنده فكره عن الكوره ولا وهو شغال ما كان عنده فكره ولا عنده اي حاجه بس ابوه كان جايبه عاملها عزوه وجايبه ابوه جايبه يلمعه فالناس اللي بتتكلم والنغمة الصفحات المأجورة والعالم المأجورة اللي عمالة تقول الزمالك انهار يا حبيبي الزمالك ده الزمالك اتوضع على الطريق الصحيح الزمالك اتوضع على الطريق الصحيح ان كل ملف يديره اصحابه كل ملف يديره اصحابه فيلم 20 صفقة ينجح منهم 3 و7 اعراض واخسر ملايين 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 واللي مش مصدقني يتكلم محمد رمضان فاكرين لعيب محمد رمضان بتاع بتروجيت عايز حد كده فكرني في جماهير الزمالك لعب دقيقة مخلوق بتاع الاسماعيلي ده لعب دقيقة حد شافه في الملعب اتباع بكام ده وتم شراب كام ها محمد مصعب اللي اشتراه من المقاصة هو فين الصفقات اللي كانت بتعمل على الفاضي على الفاضي على الفاضي كان مين بيختارها مين اللي كان بيختارها فالناس اللي بتتكلم وهتقول لك الزمالك لا ده الزمالك اتوضع على الطريق الصحيح واللي هيدير ملف الكورة ناس قادرة على إدارة هذا الملف مدربين وداريين أيمن يونس دورتين اتحاد كورة راجل نجم بيفهم في الكوره تدريب الكوره اداري اشرف قاسم نجم نادي الزمالك كابتن الزمالك كابتن منتخب مصر من افضل المدربين عبد الحليم علي نجوميه ما بعدها نجوميه تاريخ ونجوميه ما بعدها نجوميه ولو انضم عليهم جمال عبد الحميد كابتن مصر في كاس العالم وكابتن كابتن مصر وافضل مدربين مصر اتكلموا في ايه انتوا اتكلموا في ايه مصطفى احمد منصور ايه وبتاع ايه؟ انتوا ايه مجانين؟ بتقارنوا مين بمين؟ بتقارنوا مصطفى احمد منصور يدير ملف الكوره ولا الناس دي انتوا هتجننونا؟ ايه؟ تطبيل ريحتكم راحت وطفحت معلش اهدى على صبحي عبد السلام لسه كاتب لك دلوقتي بيقول لك برضه اذا كنت عايز تعلق لان احنا بنتابع كل لا البيت. ما بعلقش ماشي اقول طب كتبيه للناس اقول كتبيه للناس اتفضل ما تعلقش الكل مستفيد من رحيل مرتضى منصور بهذه الطريقه الا الزمالك وجماهيره معلش بياخد 85000 جنيه في الشهر هيعمل ايه الراجل مش هيلاقيهم تلاقيه كان عليه اقساط ومش عارف يسددها ما بعلقش على الكلام اللي هو كتبه انا بكلم جمهور الزمالك بس اتفضل يا حبيبي انا بكلم وجه الكلام لجمهور الزمالك بس فان جمهور الزمالك اطمئن خالص فريق اليد اللي هيديره الناس بتوع اليد كباتن نادي الزمالك مدربينه هتشكل لجنه لاداره الالعاب هتقولوا له ماديات النادي فيه ماديات وفيه فلوس بفضل الله هتقولوا له اداره احمد البكر راجل مستشار بجد وواضب جد وراجل اداري واحنا جربناه وشفناه مع الدكتور محمد عامر اختيار رائع اداري راجل رزين راجل بيحترم الراي الاخر هيديه بمنتهى الهدوء وراجل هيعمل علاقات جيده مع كل الناس لانه هو راجل بالاخلاق الحميده والاحترام والكبرياء وراجل مش على قطه ولا اطل ولا يدخل في مشاكل مع شاب صغير عنده 17 سنه ولا يعمل فيديوهات عبيطه يقعد يهطل فيها ولا يقعد يهبل فيها راجل رزين قيمه وقامه يليق باسم وكيان نادي الزمالك زي سابقين كمال درويش ومستشار جلال ابراهيم وكابتن نور الدالي وحسن ابو الفتوح والاستاذ ممدوح عباس الناس الرزينه اللي ما كانتش بتدخل النادي في اي مهاترات ولا بتنزل بمقام رئيس النادي للارض الناس اللي بتحفظ مقام رئيس نادي الزمالك حتى لو هو قبل ما يبقى رئيس نادي او قبل ما يتولى قياده نادي الزمالك شيء لما يتولى القياده يبقى شيء ثاني لازم يحترم مقام نادي الزمالك ويحترم قيمه انه على راس الاداره في نادي الزمالك
كان العظيم. سيادة المستشار دي أباظة نقل طبعا الكاتب الكبير ثروت أباظة والأهلاوي الكبير يعني يوافقك، بيقول لك ادي رجل الدوله اللي كان بيقول انا رجل الدوله، مال الزمالك تحول الى مخالفات، اكل مال الدوله يعني ما دفعش الضرائب ولا التامينات، ادي درع الزمالك وسيفه، والذي تبين انه درع وسيف لنفسه ولاولاده فقط، رحل وتوارى عن الشعب المصري الذي أهانه وتجبر عليه طيلة 7 سنوات، إذا بحيث يجب أن تكون في مزبلة التاريخ، ويعني بيؤيدك أن الزمالك عظيم ومكان رئيس ومكان سامي وقوي ولا بد أن يكون عليه أن يستحق. تحياتي طبعا لمعالي الوزير الدستوري أباظة، تحياتي الكبيرة لي طبعا، رأي راقي ومحترم ويحترم طبعا. أقول لك بقى على انفراد على الهوا، بس ما تقوليش مين اتصل بيك عشان ما تحرجنيش. حاضر. نجوم كبيرة جدا جدا في نادي الزمالك اتصلت بيا، قالوا لي الأيام دي، الأيام اللي جاية دي زي أيام إسماعيل الفار، أقسم بالله. زي أيام إسماعيل إيه؟ الفار. نجوم كان روسي وأيام إسماعيل الفار. ما كانش في حد بيتأخر له هنية. ايوه اقسم بالله نجوم كبار اتصلوا بيا، يعني لا يعنيهم المعزول يمشي ولا يقعد في دماغهم خالص، ده هو ولا ابنه ولا الفوضى دي. كلامهم هو قالوا لي الايام اللي جايه دي ايام كده حلوه زي ايام اسماعيل الفار، قلت لهم احلى طبعا. لا اللجنة اللي هو اسماعيل الفار يا جماعه اللي عينها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، واللي ادت كل واحد حقه وسددت الضرائب والتامينات وكل حاجه. واللعيبه خدت مستحقاتها، دي حقيقه. اللعيب كان يخلص الماتش اول تدقيق ليه يلاقي المكافاه فورا فورا، دي هيئه. انت بتنزل هوا، ده كلام امام، كلامنا احنا هوا، دي هيئه. لك هتبقى الايام دي اللي جايه دي زي ايام اسماعيل الفار، قلت لهم احلى كمان من ايام اسماعيل الفار. طيب تعليقك على لجنه الحكماء يا علاء. قولها لجنه الحكماء دي، انا ما لجنه الحكماء ابو الاشبال عمنا الكبير الكابتن احمد مصطفى والكابتن الكبير عمنا المحترم الجميل الخال فهمي عمر، المحترم الدكتور محمد عامر، والمحترم العظيم الدكتور كمال درويش. يعني انا على قولي طبعا الحكومات الكبيره دي، دكتور كمال والاستاذ فهمي عمر والدكتور محمد عامر وكابتن احمد مصطفى، يطلع نجوم 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 مصر. يعني انا هتكلم اقول ايه طبعا، دي لجنة عظيمة، يعني أقول إيه بس، كل واحد فيهم يعني يدير إيه، يدير أندية مش يدير نادي بس. كلهم، الدكتور كمال درويش كان رئيس النادي، الدكتور محمد عامر كان رئيس النادي، الخال فهمي عمر طبعا بخبرته الكبيرة جدا جدا وعلاقاته الكبيرة اللي فاد نادي الزمالك كتير 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 كتير، يعني واستغل علاقاته الكبيرة ومركزه الكبير في الإعلام وفي الإذاعة المصرية في خدمة نادي الزمالك، طبعا قيمة كبيرة جدا جدا. طبعا الكابتن أحمد مصطفى، مفيش حد في جمهور الزمالك معرفش أحمد مصطفى عمل إيه لنادي الزمالك، ولا النجوم اللي كانت بتملى الملاعب دي مين اللي طلعها؟ أحمد مصطفى. البطولات اللي حصدها الزمالك سنين طويلة، الثمانينات والتسعينيات وبداية الألفينيات، كل ده كان إنتاجه شغل أحمد مصطفى. وما تنساش تقول انه ما تنساش تقول انه كان واخد قرار ما يدخلش نادي الزمالك طول ما الراجل ده موجود. ده فعلا دي حقيقه، دي حقيقه طبعا طبعا طبعا، دي حقيقه. مش بس الكابتن احمد مصطفى، ناس كتير جدا محترمه وراقيه امتنعت عن دخول النادي بسبب مهاترات المعزول. انا بس عايز اختم معاك بحاجه، على قعدوا يقولوا لي زلمطحية دلوقتي اسمه المطرب مش المعزول، الزلمطحية بتوع قعدوا يقولوا لي يوم ما يطلع قرار الوزير وتبقى فيه مخالفات هنقول لك حقنا علينا يا ابو جعوره يا اللي دمرت النادي. النهارده تلاقي ايه كل شويه يخش لك واحد منهم يقول لك ايه مش هنسيبك مش عارف ايه، طب ما انت قلت لي لو انت صادق ابوس على دماغك، قلت لي بس القرار يطلع ونشوف مخالفة واحدة. هو انتوا بترجعوا في كلامكم ليه؟ بس انا ارجع اقول لكم انا بخاطب الجماهير المحترمة من الزمالك ولا اخاطب امثالكم. بس هو نفسه المطرود او المعزول، هو مش طلع وقال لك اللي عنده مخالفة يطلعها، انا ما عنديش مخالفات، واحط صباعي في عين التخين كان فارس صدره كده وجاب شوية شباب بيديروا صفحات ما حدش يسمع عنها وملهاش أي تأثير، وكان عمال يفرد في نفسه ويتمطع في نفسه،
المخالفات جات لك والمخالفات راحت النيابه وهنتفرج ونسمع ونشوف تحيات النيابه ونتكلم النيابه هتقول ايه. طبعا نتيجه النيابه وكلام النيابه فوق دماغنا سواء بتبريرته او ادانته، فما الناس ما تقلقش يعني، هي كلها ايام بسيطه، ايام بسيطه والمخالفات هتطلع وهتسمعوا ارقام ماليه وهتسمعوا حاجات كل حاجه هنسمعها، والنيابه هتحقق بمنتهى الشفافيه، ولو في ادانه هتعلن ان في ادانه، الناس دي بريئه هتقول الناس دي بريئه. ماشي اشكرك، الناس اللي اشكرك، ولو في مداخله تاني انا جاهز. تحت امرك يا ابن الصفحات، يعني انا معاك يعني بالتليفون برضه، عايزين ناخد ردود افعال الصفحات واعضاء الجمعيه العموميه، وارجع لك تاني. بس عايز اقول حاجه بس بسيطه عشان برضه ايه الناس اللي بتتكلم في اللعيبه وصفقات ومش صفقات. محمد اشرف رؤى رجع لخط نص نادي الزمالك. احمد ابو الفتوح رجع لخط نص لمركز اليسار في نادي الزمالك. عندنا حميد احداد رجع، تمام. عندنا حمزه الملسوسي، موجود محمود علاء وموجود الونش وموجود محمد عبد الغني وموجود محمد عبد السلام، تمام. والملسوسي كمان بيلعب ظهير ايمن وبيلعب مساك. عندنا السندرات، عندنا طارق حامد، وعندنا فرجاني ساسي، وعندنا محمد اشرف روح، وعندنا محمد حسن. حتى لو محمد حسن مشي كده عندنا ثلاثه. وعندنا كمان بيلعبها في قلب الملعب، عندنا احمد سيد زيزو، وبيلعبها برضو في قلب الملعب يوسف اوباما، تمام. عندنا اطراف واجنحه، عندنا شيكابالا وعند اشرف بن شرقي، وعندنا زيزو برضو بيلعبها، تمام. وعندنا حميد احداد، وعندنا اوناجم، ولو كاسونجو ماشي عندنا مصطفى محمد، وعندنا عمر السعيد. الزمالك كل قضيته ممكن يجيب فرود واحد بس. عندنا افضل حراس في مصر، عندنا وجبل وجنش وعواد ومحمد صبحي، تمام. فاللي عمال يصرخ ويقول لك الصفقات حبيب، الزمالك فول تيم، الزمالك يا بابا بالراحه كده بمدرب يوظف اللعيبه دي يكسر الدنيا. الزمالك يا حبيبي ما عندوش ثلاثه اساسيين نجوم لعيبه منتخب مصر يا بابا، ما عندوش الونش، ما عندوش عبد الله الصعب، ما عندوش اوباما. مع احترام النادي الاهلي، الزمالك احرج الاهلي وكان افضل منه. ماشي يا حبيبي اللي طالع تولول وتعيط وتقول الصفقات، انا يا بابا فول تيم، انا حبيبي عندي افضل فرقه 21 سنه، عندي افضل فرقه موجوده في مصر 21 سنه، كل انديه مصر يا حبيبي بتتمنى لعيب فيهم. ماشي يا حبيبي، شكرا. عندي افضل اللعيبه، ما تطلعش تولول لي اصل مصطفى ماشي، فين الصفقات؟ انا حبيبي مش محتاج صفقات يا بابا، انا لو هجيب لعيب واحد بس ادعم خط الهجوم بفرود بس، لكن انا فول تيم في كل المراكز. عندي في الجناح الايمن احمد عيد وحازم والملسوس، عندي فول تيم، انا فول تيم، فرقه جاهزه بكل حاجه، تبقى عندها فلوس واستقرار. تتقلي بقى نغمه ايه؟ اصل صفقات وتقعد تعيط لي، صفقات ال 20 لعيب ثلاثه منهم ينجحوا و17 اوديهم للانديه اكثر فيهم ملايين، انتهت. الصفقات انتهى، المعزل اللي كان بيعمله يجيب لي فرقه ويرص لي اللعيبه، يلعب ثلاثه وبقيت ال 17 ما تعرفش هم راحوا فين. شكرا يا استاذ علاء. شكرا استاذ عبد الناصر.